السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من قناة دحوم فور كارز. أخي الكريم أتمنى منك اشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. ويسعدني أخي الكريم أنك ضيفنا حسابي بسناب شات إذا حاب تتابع أسعار السيارات والسيارات الجديدة. هذا هو حسابي بسناب شات، صور الشاشة وضيفني. طبعا أخوة الكرام، اليوم بسوي لكم مقارنة بين تويوتا كامري فئة لومير 2019 اللي تعتبر فئة الفل كامل بمحرك هايبريد هجين، وهوندا كورد طبعا فئة الفل كامل محرك 1500 سي سي، في فئة أعلى منها 2000 سي سي، لكن ما هي طبعا الأكثر شعبية. الأكثر شعبية هي فئة 1500 سي سي، بحكم أنه برضو سيارة اقتصادية. حبينا نجيب لكم سيارتين اقتصاديات تقييمهم ممتاز بلس، فهذول السيارتين نفس الشيء، لكن هنا محرك هجين، هنا محرك طبعا بنزين. التغطية اليوم من معرض مدين للسيارات، التويوتا كامري موديل 2019 ورش شركة عبد اللطيف جميل، فئة لومير اللي تعتبر أعلى فئة بالكامري. جميع المواصفات اللي موجودة بالكامري هنا موجودة، طبعا نتكلم عن مواصفات خليجية، ما راح نتكلم عن مواصفات أمريكية اللي تتفوق أكيد بالسقف البانورامي والعديد من المزايا. وبالنسبة للهوندا أكور، طبعا ميزة هوندا ما عندهم لف ودوران بالمواصفات، يعني هي الدولة هذه يعطيها وهذه ما يعطيها. هذه الفل كامل 1500 سي سي، لكن إذا نتكلم عن فروقات عن 2000 سي سي نتكلم عن المحرك، ونتكلم عن طبعا البروجيكتور والليد العالي فقط لا غير، باقي المواصفات واحدة باستثناء الجنطة اللي يجي في الفئة الرياضية 18، وفئة الـ 1500 العادية يجي مقاس 17 إنش، طبعا هنا موفر الوقود أكثر. السيارتين بحالة انك شريتهم ترى سيارتين ممتازات، ما هم خسارة، سيارتين ممتازات جدا، سواء اخترت كامري اخترت اكورد كلهم ممتازات، فما يحتاج. هذا الافضل سيارتين لفئتهم، بحكم برضو سيارتين من مصانع يابانية عملاقة. تويوتا كامري تجمع في اليابان، الهوندا اكورد تجمع في امريكا. الكامري 129 الف ريال سعر الاشمل ضريبة واشمل تسجيل، والهوندا اكورد سعرها 110 الف ريال سعر الاشمل ضريبة واشمل تسجيل. لكن على فكرة هذه واردة خليج تيجي بسعر أقل من واردة السعودية، واردة الوكيل السعودي حدود 123 ألف ريال تقريبا، عشان تكون برضو بالصورة، عشان ما نظلم أي شيء نتكلم طبعا بكل شيء حقيقي. السيارتين طبعا نتكلم عن السعر ما نظلم هذا الدين والمواصفات. ناخذ جولة سريعة على الكامري. الكامري ظهرت في 2018 بشكل جديد بالكامل بمحركات ومواصفات جديدة. التويوتا كامري 2018 ظهرت طبعا بتجميع ياباني، ولأول مرة في تاريخها كانت بتجميع ياباني، بالعادة تكون تجميع طبعا أسترالي. طبعا سيارتين من سيارات السيدان متوسط الحجم العمليات والأكثر شعبية على فكرة، يوم تتكلم عن تويوتا كامري سيارة شعبية، والهوندا أكورد سيارة شعبية. الهوندا أكورد نفس الشيء، ظهرت في عام 2018 بشكل جديد بالكامل طبعا، ومحركات جديدة ومواصفات جديدة. طبعا الهوندا أكورد من يومها تيجي تجميع أمريكي، لكن فقط في عام 2015-2016 كان عندهم تجميع صيني موديلين فقط، ورجعوها لأمريكا في 2017. طبعا تويوتا كامري الهايبريد محرك 2.5 4 سلندر هجين كهرب مع بنزين، ما بعض يعطوك 212 حصان تقريبا بجير اوتوماتيك سيفتي، وفي نمط المانوال يعطيك 6 سرعات، نظام الدفع اكيد امامي. الهوندا اكورد الفئه هذه محركها 1.5 ال 1500 سي سي توربو ب 198 حصان بجير اوتوماتيك سيفتي ونظام دفع امامي. التفوق للكامري بحكم انها برضه محركها هجين بيعطيني اقتصاديه وبيعطيني مجموعه احصنه افضل، لكن هنا عزم الدوران بيكون افضل بحكم السياره محرك هجين، عفوا محرك توربو الهجين الكامري. على المستوى الخارجي هذا التويوتا كامري اناره ال اي دي بالكامل، فل ال اي دي، النور عالي الواطي ال اي دي بالعدسه هذه، عندنا كشافه ضباب ال اي دي زي ما تشوفون، عندنا عدد حساسات 2 اماميات، شبكة يجي باللون الرصاصي، شعار تويوتا باللون الأزرق بحكم إنه هايبريد. طيب ننتقل إلى الهوندا أكورد، لاحظوا شبكة كروم، التويوتا كامري بدون كروم على الشبك، جاي باللون الأسود. الهوندا أكورد عندنا خط LED، إنه طبعا
ما في ال LED لأن النور العالي هيلوجين فقط، لكن عندنا الإشارات LED للد النهاري، طبعا النور برضو الواطي LED واللاحظ. طبعا تويوتا مستخدمين عدسة هنا مستخدمين زي الخلية زي ما تشوفون، صراحة تعطي إضاءة أفضل، تفرش في الخط أفضل بحكم تجربتي الهوندا أكورد. كشاف الضباب LED وأجمل، جاي عدسات 4 عدسات تقريبا، على عكس الكاميري جاي عدسة واحدة وبيسمونه بروجيكتر. ننتقل الآن إلى الجنوط. أكيد التويوتا كامري أفضل بحكم أن الجنط مقاس 18 إنش، طبعا المكحل باللون الأسود الكروم، الهوندا أكورد مقاس 17 إنش. عندهم حتى في عندهم فئة أقل من هذه الفئة تجي 18، لكن هم مميزين الفئة هذه كتكون ناعمة أكثر من الفئة اللي أقل منها أو الفئة اللي أعلى منها، فجنط 17 معطي الهوندا أكورد نعومة أكثر. هذا واقع تجربة شخصية للهوندا أكورد اللي معي مقاس طبعا 18، فصراحة تحس بقساوة السيارة أكثر. شعر هايبرد موجود على الكامري، عندنا أزياق كروم الجانبية وهنا برضو زيق كروم جانبي، شعر كامري على الأبواب، طبعا هذا إضافة من الوكيل. عندنا طبعا إشارات بالمراية، طبعا لاحظ فيه تطعيمات كروم في المراية لكن جاي الإشارات صغيرة. عندنا الهوندا أكورد ما فيها تطعيم لكن جاي الإشارة كبيرة. عندنا فتحة بالسقف بالسيارتين موجود فيهم، منقابضهم الثنتين كروم لكن الكامري جاي كروم كامل، الأكورد جاي باللون السيارة وفي تطعيم كروم من فوق. ننتقل الآن إلى الخلف. هذه السيارتين من الخلف، الإيدي خلفي، الإيدي خلفي بحكم الفئة أنها في الكامل. عندنا عدد 2 حساسات خلفية فقط في الزوايا، عندنا 4 حساسات خلفية في الهوندا أكورد. الهوندا أكورد تتميز إن يجي فيها شق مالين من الجهة هذه والجهة هذه زي ما تلاحظون. التويوتا الكامري تلاحظون شكمان واحد فقط بحكم انها فئة الهايبريد. والاربع سلندر نفس الشيء. وين نفتح الشنطة هذه؟ بسم الله. شنطة التويوتا كامري. هذه من الداخل. طبعا يجي معها عدة فيها موتورها والى اخره، هذه اضافة من الوكيل. صراحة هذه اضافات جميلة من الوكيل، نتمنى كل الوكيل نشوف عندهم زي هذه الاضافات. هذا الهوندا اكورد. صراحة في العين تشوف الكامري أفضل، النزول أفضل، المساحة الداخلية أفضل. لا الكامري أفضل صراحة كمساحة خلفية. أنا صرت أدقق في الأمور هذه كثير أول ما أهتم، لكن بحكم أن الإنسان يكبر ويتعلم فإجباري يعرف. طيب صرفية الوقود، الهوندا أكورد كل البنزين يمشي 18.4 كيلو بتقييم ممتاز، طبعا على البطاقات السعودية تكون ممتاز بلاس، هذه البطاقات الخليجية 18.4 كيلو فتقييمه ممتاز وتعتبر نفس صرفية أفضل من صرفية الأكسنت حتى الهيونداي. نروح للكامري بحكم أنه محرك هجين حيكون معنا صرفية أكيد أفضل، كل البنزين يمشيك 26 كيلو، لكن على الخطوط الطويلة حيكون تقريبا الصرفية حول بعض لما كانت الهوندا أكورد أفضل بحكم أن السيارة يشتغل محرك البنزين فقط، محرك البنزين اللي عليه اللي هو المحرك القديم الظاهر اللي حق 2017. عموما خلونا ندخل داخل الهوندا أكورد أو نبدأ بالكامري بحكم أنها هي كانت البدايات مع الهوندا، عفوا مع التويوتا كامري، هوندا كامري أنا قلت. طبعا هذه التويوتا كامري، هذه هي من الداخل، داخليتها بلون البيج، عندهم عدة ألوان داخليات لكن اللومير ما شفنا منها للبيج. عندهم في شيء يجي لون أحمر هالفئة الرياضية. طبعا فئة الكاب الوسط هذه من الخلف، المساحة الداخلية ما يحتاج أحد يقولك والله مساحتها واسعة ولا ضيقة، سيارات هذه معروفة سيارات صالون، يعني سيارات ما شاء الله من الحجم الكبير، فإن جميع الركاب يأخذون راحتهم. عندنا فتحة تكييف من الخلف، عندهم منفذ طاقة، هذه بالنسبة للتويوتا كامري. طبعا لا ننسى الستارة الخلفية موجود فيها، انارات السقف حقها LED. هذا من الداخل قاعد تستوعب، قلت يلا وين اذكرها فيها ذاكرة تخزين المراتب فما حصلتها. بسم الله. هذه طبعا الآن اشتغلت السيارة،
هي شغالة أصلاً هايبريد. طفي فليشر. أصور لكم مفتاح حق السيارة أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مفتاحها. مفتاح الكامري. اغلاق فتح فتح شنطة جهاز انذار. ما فيها تشن انذار. النوافذ اوتو فول. مراية كهربائية بخاصية الطي. ذاكرة تخزين كاس السائق. الباب جلد. عندنا هنا بلاستيك. طري. زيجو كروم. لون بيج هنا طبعا. جلد بيج هنا الطبلون. دركسون بشكل ثلاثي. تحكم بالنظام الصوتي. عندنا بلوتوث. تحكم بعداد الرحلات. طبعا عداد الرحلات شاشة كبيرة. عندنا مثبت السرعة، الرادار، تحديد المسار، فيها نقطة عمية، أنوار أوتو، تراكشن، فتح الشنطة، فتحتين كل بنزين، عندنا شاشة ملاحة، طبعاً شاشة الملاحة هذه هي زي ما تلاحظون، فيها مكيف لمس تحكم منفصل بين الساق والراكب، لا ننسى فتحات التكييف الخلفية صورتها لكم قبل شوي، السيارة فيها كاميرا واحدة فقط اللي هي الكاميرا الخلفية، عندنا السيارة هذه وقيرها CVT، إيكو، نورمال، سبورت، هولد، شنط كهربائي وحق التوفير. وعندنا هنا التبريد المقاعد الأمامية إنارة LED. سنتر لوك في باب الراكب. مراية تعتيم داخلية. أنوار السقف LED. الشماسات فيها مراية مع إنارة. كرسي السائق والراكب حركة كهربائية. مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS. نظام الثبات الإلكتروني. حساس كفرات إرباق للسائق والراكب. وإرباقات جانبية. وعدد 5 حزيمات أمان. ولا ننسى البروجيكتر الموجود بالسيارة. الآن ننتقل إلى الهوندا أكورد. نتعرف عليها أكثر. ونشوف من السيارة اللي فيها مواصفات أفضل. نتكلم بشكل سريع عن المواصفات وأبرز الاختلافات، وهذه إيش تتفوق وهذه إيش تتفوق بشكل سريع. ننتقل إلى الهوندا أكورد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه السيارة من الداخل. وهذه المقاعد الخلفية. طبعا فيها فتحة تكييف خلفية فقط بدون منافذ طاقة. عندنا هنا تكابل وسط مع حانة أكواب، لكن فيها درج. الكامري بدون درج، صراحة أفخم الدرج. طبعاً ستارة خلفية ما في. أنوار السقف هيلوجين. والآن ننتقل إلى داخلية الهوندا أكورد. نتكلم عن المواصفات الداخلية بشكل أكبر وشكل أوسع. مقعدها جلد. مفتاحها ذكي. إغلاق فتح. طبعا عندنا فتح تشغيل عن بعد وفتح الشنطة. تتفوق على الكامري وتشغيل عن بعد. طبعا فيها كثير من المزايا نتكلم عنها ما هي موجودة في كامري، لكن يعني أبرز شيء نقدر نقول أنه هو الخاصية أنك إذا ابتعدت نزلت من السيارة مفتاح في مخباتك وابتعدت عنها تقدر تقفل السيارة اوتوماتيك بدون ما تلمس الزر، يعني حياتي نسيت. طيب كرسي سائق كهربائي. ذاكرة تخزين لكرسي سائق. في شيء ما تكلمت عن الكامري، دركسون الكامري كهربائي، هنا لا يدوي. طبعا الكامري تتفوق. الباب زي ما تشوفون طبعا هنا جلد، هنا بلاستيك، هنا فورميكا تخشيب، وهنا زيج نيكل. هذه السيارة دركسونها ثلاثي. عندنا هنا تحكم بالنظام الصوتي وتحكم بعداد الرحلات اللي هو هذا. طبعا يجي شاشه كامل اكبر من شاشه الكامري. في الار بي ام، تقدر تخلي الار بي ام. وفي انتباه السائق الى اخر المعلومات المهمه بالنسبه للسائق والمهمه بالنسبه طبعا يعني لسلامته. فيها مثبت سرعه، فيها طبعا رادار، فيها تحديد مسار. نقطه عمياء للاسف ما في، هذه برضه تفتقدها. عندنا التحكم بالنظام الصوتي، تكلمنا عن الأوامر الصوتية بلوتوث كلها موجود فيها. أعداد الرحلات تجي شاشته أكبر. ننتقل لشاشة الملاحة، طبعا فيها شاشة ملاحة مع كاميرتين، هذه الجانبية وهذه كاميرا خلفية. السيارة فيها كاميرتين. إيش بعد فيها مواصفات؟ طبعا فيها أكيد نظام صوتي أفخم شوي من اللي أقل منها. السيارة طبعا كلهم فيها منفذ USB. الكامل فيها منفذ UX، هنا ما في منفذ UX. النافيجيشن موجود هنا. عندنا طبعا مكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب.
تبريد وتسخين المقاعد الأمامية. الهوندا كورت فيها تسخين، الكامري فيها تبريد فقط، أما الهوندا كورت تبريد وتسخين. طبعا فيها يقول يا أخي يا جواء أنا ما أدري إيش، يعني على فكرة مو بنت أنت جالس في الرياض، ترى في ناس جالسين في الشمال عشان تكون بالصورة، يعني ما له دخل، عندهم أجواءهم غير أجواءنا. يعني أنت الشتاء عندك شهر أو شهرين، هو الشتاء عنده 4 شهور، فتختلف من شخص لشخص. الجير أوتوماتيك سيفتي، لكن ما في وضعية المانوال، عندنا وضعية الإس اللي هي سبورت والإل. جرانت كهربائي بخاصية الهولد موجود، نظام توفير الوقود برضه موجود، حاملة أكواب وتكتاب الوسط بمنفذ شاحن يو اس بي ومنفذ طاقة، مراية تعتيم داخلية، بيت النظارة الكاميرا ما فيها بيت نظارة، هنا في بيت نظارة، الشمسات فيها مراية مع إنارة. طيب هذه أبرز المواصفات. بالنسبة لمواصفات أمن السلامة، فرامل بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، أعتقد ركبة الساق برضه لها إرباق، الله لا يحيدنا له، الله يحيدنا حتى يمكن والله ما أدري، بس تجي إرباقاتها أكثر من الكامري على فكرة، بحكم أن تجميعها أمريكي والجماعة ترى من 2000 وكم 2013 أذكر كانت تجي إرباقات كامل. وطبعا هذه أبرز المواصفات، فرامل بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 حزمات أمان. وش ينقصها على الكامري؟ كميكانيكيا ما راح نتطرق هذا الموضوع، لان الهوندا ما عندهم شيء هايبريد عشان نجيب، فهذه افضل شيء، لكن الكامري تفوق عليه بصرفية الوقود، وتفوق عليه حدود 14 حصان فقط. لكن هنا نتكلم عن ماكينه بالكامل احسناتها منها وفيها، هناك لا، مشتركات مع بعض الهايبريد الكهرب مع البنزين. طيب ميكانيكيا لصالح الكامري، وصرفية الوقود لصالح الكامري اذا كانت داخل المدينه. عندنا طبعا بالنسبه للمواصفات الخارجيه، الهوندا كود الكشافات الضباب تجي عدسات اكثر من تحت، وبالنسبه طبعا للكامري عندها النور العالي الواطي الاي دي، وبالنسبه برضو للخلف الكامري فيها جناح، الاكورد ما فيها جناح، لكن الاكورد فيها شكمانين، الكامري شكمان واحد، الكامري فيها حساسات أمامية، الهوندا كورد ما فيها حساسات أمامية، لكن فيها 4 حساسات خلفية، الهوندا كورد والكامري حساسين أماميات حساسين خلفيات. على مستوى الدخول الذكي طبعا والتشغيل الذكي كلهم نفس الشيء، لكن الهوندا كورد تفوق والتشغيل عن بعد، والإغلاق طبعا الأوتوماتيك يوم تنزل من السيارة. الكامري تفوق بالدركسون الكهربائي البروجيكتر بالنقطة العمياء، والطي المراية هنا ما فيها، لكن هنا مثلا على الداخلية ما طلع عندنا كاميرتين، عندنا طبعا التخشيب الموجود على السيارة على الطبلون على الأبواب، بعدين هنا كل شيء شد مصنع ما في توليف، إرباقات أكثر. وبالنسبة لمواصفات الأمن السلامة زي ما قلت لكم أن إرباقات أكثر، بالأول والأخير هي مسألة ذوقية، شيء يرجع لك أنت، هل تحب الكامري تأخذ كامري، هل تحب الأكورد تأخذ أكورد، السيارتين ممتازات ما عليهم كلام، خطة ناجحة إذا شريت هوندا أكورد، خطة ناجحة إذا شريت تويوتا كامري، لا هو تطبيل بالشركتين وعمرهم ما باعوا إن شاء الله، إذا أنا بقعد أنا أسوق لهم عمرهم ما باعوا، فلا حد يأخذ أنا أسوق لهذا ولا أسوق لهذا، أتكلم لكم كأنت متابع لي، أحب أعطيك الفائدة تستفيد وتفيد الناس اللي شاورك. طبعا برضو تويوتا كامري فيها شحن لاسلكي، الهوندا أكورد جميع فيها وما فيها شحن لاسلكي، فعندهم شوي كذا، عندهم شوي يخافون هوندا صراحة، يخافون يحط لك أوبشن بعدين يتورطون يخرب عليهم، او مثلا طي المرايه ما هي موجوده الا بفئات طلبيه خاصه، ويمكن استغفر الله يعني شوي يبغى يكتب العميل تعهد اذا قربعت معاك المرايات احنا ما لنا شغل، لانهم صراحه هوندا مركزين على موضوع الجوده، ما يحبون سياراتهم فيها قربعه، يعني تلقاهم اخر ناس ينزلون مواصفات صح، يعطونك جوده تصنيع مواد جميله، يعني شوف الخشب صراحه الفورميكا هذا يا اخي قسم بالله رهيبين، بس برضه يخافون في كثير حاجات قلبهم ضعيف فيها. طبعا محركاتهم جبارة، قيورهم جبارة، فناس تخوف من التوربو، لا هوندا ترى جماعة مدققين في الموضوع هذا، ترى جماعة يخافون على سمعتهم جد مب، يعني يوم يصنع محرك ترى محركة مو واثق في 100% إلا 1000%، 100% ما ينفع معه، 1000% ينزل المحرك وهو واثق منه. سؤال في الناس، والله ولد خالي شراء هوندا أكورد وهو ماشي في الخط التربو انفجر معاه وفجر راسه، السوالف هذه ما تمشي، عرفت، جيب حقائق، جيب ناس، والله واحد ثاني قاعد يطعس بالهوندا أكورد حقته وراح ضرب عليه حذاف الجير، يا اخي هو راح يطعس، هذه سياره مو بحق التطعيس، ما هي حق التطعيس، هذه سياره حقت خطوط قاسيه، سياره نعم قاسيه، كل واحد تفوق على الثاني بشيء، هنا قساوه
نعم قساوة، لكن الرساوة أفضل من الكامري. الكامري نعومة لكن رساوتها ما بزي هذه. فهذه فكرة أخوان كرام، طولت عليكم بالتغطية صراحة، أخذ وقت طويل، إن شاء الله تكون عجبتكم. مشكورين على 500,000 متابع، والسلام عليكم.